حسب قول هذا النابغة المروكي، فلكي تعرف أصل الزليج عليك أن ترى عدد الحرفيين في المروك. يعني ما دام كاين حرفيين تاع الزليج في المروك، فهذا يعني أن أصل الزليج في المروك. وبالتالي بالمنطق تاع هذا العبقري المروكي، فإذا تعلم المروكي صناعة الطائرات فسيصبح أصل صناعة الطائرة وابتكار الطائرة هو المروك. وإذا تعلم صناعة غسالة الأواني والملابس فسيصبح المروكي هو أصل ابتكار هذه الآلة. وإذا تعلم المروكي صناعة الورق، وبالتالي هو الذي ابتكر الورق الذي نكتب فيه. ما شاء الله ما شاء الله. تعرفون سبب غياب المدرسة الفلسفية في المغرب الأقصى في المروك؟ هو هذا، لأن في المروك دكاترة المروك أعداء المنطق، فماذا عن غير الدكاترة؟